بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها أكيد عن نادي الأهلي، هنرد فيها ضد الأكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا حاجة عايز أتكلم فيها، يعني عمرو الدرديري، يعني أنا نفسي لو عنده ولاد او عنده حد قريبه او عنده حد من عيلته يقول له كفايه، يعني في حاجات ممكن تعملها ما تسقش اليك. لكن دايما عمرو الدرديري اراءه ما بيحاول ان هو يوصل للناس ان انا يعني اضحكوا وخدوا راحتكم على اخر. يعني عمرو الدرديري قال لك الزمالك المفروض لو كسب الكونفدراليه يتأهل كأس العالم أندية 2025، لأن إنجازاته في أفريقيا آخر 5 سنين تسمح ليه بده، خصوصا إنه فريق زي الأهلي والوداد خدوا البطولة، في فرق زي الأهلي والوداد خدوا البطولة ووصلوا مربع ذهبي كتير وفازوا بالبطولة على مدار تلك السنوات أكتر من مرة. يعني مفيش فرق كتير خدتها، ويجي من بعدهم الزمالك اللي بكل تأكيد إنجازاته تسمح، لكن معايير النقاط في الكاف ظالمة مش منطقية ولا منصفة، هيخلوا مازيمبي أو سان داونز أو الترجي أو اللي يجي لك فريق ملوش لازمة يتأهل زي ما اتسرق مننا لقب القرن من زمان. نفس السيناريو بيتعاد، بس المرة دي بيبعدونا عن كاس العالم. بس عايز أفكركم بمقولة، جمهور الأهلي ما بيفهمش. تخيل إن ده رئيس منظومة إعلامية. أنت عارف يعني إيه رئيس منظومة إعلامية في نادي؟ يعني لسان النادي، ده اللسان الفصيح، ده أفصح ما لديهم، ده أعقل واحد فيهم. شايف إنه لو كسب الكونفدرالية هو مش عارف يكسب مركز شباب دريمز الغاني، عايز يروح يلعب كاس عالم عشان يلعب مع الريال والسيتي والبايرن. بس انا عايز اقول لعمرو الدرديري، انت لو رحت كاس عالم في مشكله عويصه هتقابل الزمالك. يعني انا مش معترض ان الزمالك يروح كاس عالم، ولا معترض في حلم عمرو الدرديري، لكن عايز اقول لعمرو الدرديري في حاجه في كاس العالم انتوا متعودين عليها مش هتعرفوا تعملوها، سرقه الكرات او اخفاء الكرات. عموما مين اللي هيخبي الكور هناك؟ عموما مين اللي هيخبي الكور هناك؟ انتوا سمعتكم سابقاكم دلوقتي. وبعدين ايه انجازات الزمالك اخر 5 سنين؟ ما تيجي كده توريني كده، افتح كده صفحه التاريخ، صفحه 17 باب القصيرين. يعني ايه التاريخ؟ سنه 2020 وصل للنهائي واتحط عليه من النادي الاهلي، 21 22 23 بتطلع حصاله. يعني هو لو ممكن الفيفا عامل مثلا اوبشن ان اكتر نادي حصاله في قارته اخر 5 سنين ينفع يروح كاس عالم، هقول لك اوكي. في 24 انت ما شاركتش اصلا دوري الابطال لانك غير مؤهل، فين الانجازات؟ ورز ده انجازات، كلمني عن نفسك حتى اراك. وبعدين ايه علاقه الفيفا ومعايير الكاف الوحشه بمعايير نادي القرن؟ واصل انتوا بتبعدونا، وانتوا يا ابني انت صفر. ما ينفعش يا عمرو يا درديري تبقى غير مؤهل انك تلعب كاس عالم وتروح تلعب كاس عالم. هبسطها لك واحاول انزل مستوى عقلك. معلش يا جماعه، هنحاول ننزل للمستوى او نطلع لمستوى التفكير بتاع الاستاذ عمرو الدرديري، لان هو ذكاؤه تعدى كل الحدود والخطوط. هل ينفع اجيب طالب سائط ابتدائية ومش عارف يعدي 6 ابتدائي، هقول له تعالى يا حبيبي هلعبك او هخليك تخش امتحانات كلية الطب السنة الجاية او السنة دي زي اخوك الكبير اللي راح كلية الطب؟ هيقول لي اصلا انا عندي انجازات. ايه انجازاتك يا ولد؟ هيقول لك قاعد في الابتدائية عمال اسقط وعيد 6 سنين، وده رقم قياسي لم يصل اليه احد بعد. نادي الزمالك
أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك الموقر ورئيسه مسافرين مع بعثة الزمالك على متن طائرة خاصة. رئيس البعثة الأستاذ حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد سليمان، رئيس النادي الكابتن حسين لبيب رايحين مع الطيارة. احنا جايين معاكم، انا عاطف جاي معاكم. جميل. ما اعرفش بقى هم دافعين ثمن التذكرة على حسابهم او دافعين جزء في الطيارة، لان دي طيارة خاصة النادي اللي هيدفع التوتال، وهم يدوب داخلين بجوازات السفر بتاعتهم بمجهودهم ولا ايه. لكن يعني ايه الكابتن احمد سليمان يطلع اكسكلوسيف مع مهيب عبد الهادي، اللي هو شغال مع مهيب عبد الهادي وبيطلع في قناة ام بي سي ويتكلم عن حصريات معسكر الزمالك في غانا؟ انا مش فاهمها، معلش انا فهمي على قد يا جماعة، انا فهمي على قدي وذكائي محدود لم يتخطى كل الحدود. عايز افهم يعني ايه. هو مقبول لو الاستاذ احمد سليمان متطوعا طلع في قناة اون مثلا، طلع في قناة ام بي سي، طلع في قناة دي ام سي، طلع في قناة ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما، وقناة علمني العم والنبي أحمد. أنا ساعتها أقول لك أرفع لك القبعة يا رجل، أنت بتأدي مهامك عادي جدا. لكن حضرتك تطلع في القناة اللي أنت شغال فيها بس تتكلم عن حصريات، أنت عضو مجلس إدارة مش مراسل. أنا في اللقطة دي اعتقدت أحمد سليمان قد يكون مراسل قناة ام بي سي الموفد إلى غانا لمتابعة مباراة دريمز الغاني ونادي الزمالك. أستاذ حسام المندوه الحسيني استضافوه، سألوه سؤال مهم جدا. هتحلوها إزاي يا جماعة؟ قضية بوطيب وغرامة بوطيب هتحلوها إزاي؟ وكانت الإجابة المفاجأة ليا، قال لك هنحلها زي ما حلناها أولاني، هنحلها تاني. وتعالى تاني في الدور التحتاني ناكل لحم ضاني ونحل بسودان، تعالى تاني. ايه يعني الموضوع مش كامل يا جماعة؟ قادر اللي وقعك في الاولان يطلعك من التاني، واحنا حلناها في الاولان فنعرف نحلها في التاني. بالمناسبة والشيء بالشيء يذكر، معلش احنا بنونا ومع بعض نونا خفيفة، الزمالك لما حب يحل الاولاني اللي هو مشكله القيد بتاعه شيكابالا عملوا ايه؟ فكروني كده، ما بقى كاتب التاريخ افتح لي كده صفحه 12 باب النبطشيه. لما حبوا يحلوا مشكله الزمالك راحوا خدوا قرض ب 400 مليون جنيه. يا منجم انا افتكرتك وانت بتقول اللي حلها اولاني وفتح صدرك قوي كده يحلها تاني، انك حلتها بدماغك، انك حلتها، فاهم انت، انك حلتها بمجهودك، رحت فكرت دخلت ايرادات عملت صرفت من جيبي. لكن الراجل بيتكلم بمنتهى الثقة، زي بالظبط لما تيجي يعني ابنك ينجح في الامتحان وهو ما بيذاكرش، فتعرف ان هو نجح في الـ في الـ في الـ في امتحان الدور الاول او الترم الاول نجح بالغش، تيجي تقول له يا ابني بقى في الترم الثاني يلا ذاكر بقى يا حبيبي، يقول لك يا بابا ما هو اللي نجحني في الاولاني هينجحني في الثاني. خلاص يا باشا، الموضوع القرض دي اسهل حاجه، هناخد قرض ولا من شاف ولا من دري، واللي دفع القرض الاولاني بكره يدفع القرض الثاني، وهنيالك يا فاعل الخير والثواب، هنيالك وحسن قليلة تمنع بلاوي كتيرة، مش كده ولا ايه؟ طيب تخيل عزيزي وانت في ليلة مباراة النادي الاهلي او قبل ليلة مباراة الاهلي ومازيمبي فريق الغربان، تطلع علينا قناة الزمالك واحد المذيعين واحد اسمه احمد علي تقريبا كان مراسل قبل كده بس ما شاء الله ربنا اداله بقى مذيع، قال لك كولر ضرب مراقب المباراه
وما شفناش عقوبة على كولر. والكابتن خالد بيبو كان بيشوح بيده كده يعني، قال يعني مش عاجبني يعني، وايده خبطت في المراقب يعني ضرب المراقب. كولر وكابتن خالد بيبو بيتهجموا وبيتخانقوا، وما شفناش اي مناقشة للقصة دي، وراحوا شاخطين فينا كده يا سعادة البي وهم ماشيين. انتوا رجعتوا خلاص؟ رجعتوا؟ ها ايه؟ راح فين زمن الشهاوة ده يا حسين؟ هنرجع لضرب الحزام من تحت لتحت؟ انتوا مش قعدتوا مع بعض والدنيا زبادي خلاط ولا ايه؟ انتوا شفتوا ان كولر ضرب المراقب؟ اه شفناه. انتوا شفتوا خالد بيبو اللي ما بيقومش على الدكه ولا ده جمهور الاهلي بيهاجم خالد بيبو عشان ما بيتحركش من على الكرسي؟ انتوا شفتوه وهو بيشوح في مراقب المباراه وضربه؟ اه. مين اللي قال كده؟ البحبحان. وتعالى تاني في الدور التحتاني، بالمناسبه الاخ فينو الصحفي الهجاص اللي بيشتغل جمهور الزمالك للنهار، في ليله مباراه النادي الاهلي قال لك كهربا اتخانق مع خالد بيبو بس الاعلام مترمخ حبتي. فعلا فعلا يا جماعه انا اتفق مع الاستاذ فينو الهجاص ان كهربا ضرب خالد بيبو فعلا، وهذا هذا ما قال عنه الاولون فعلا فعلا. وايه كمان؟ طبعا مش عايز اقول لك ان شويه الاقاديش اللي بيتفرجوا عليهم متابعينه مصدقينه خالص خالص. الناس دي يا جماعة عايشة في مية البليلة قسما بالله. الناس دي مش دريانة، مش دريانة خالص. محدش يرسلهم، دول مش محتاجين رأس، دول معاهم حتة بمتم بيتها معاهم بقالهم قرن من الزمان، ولا عايزين يعيشوا في أرض الواقع، ولا عايزين يعيشوا في أرض الواقع. استاذ محمد عبد الوهاب، واللي ما يعرفش محمد عبد الوهاب يا جماعه ده راجل عسليه. استاذ محمد عبد الوهاب عضو مجلس الاداره في مجلس كابتن حسن حمدي، ده راجل عسليه، ده اللي كان بيخلص الصفقات، ده اللي كان كابتن حسن حمدي الله يمسيه بالخير يقول له يا ابو وهاب في عيل في الاسماعيليه عايزين نجيبه يعني قرشين زياده كده يروح هو يخلص، كان هو اللي بيدفع في صفقات معينه في النادي الاهلي. حاج محمد عبد الوهاب اختفى كده فجاه مره واحده ورجع مره تانية. التصريح بتاع الحاج محمد عبد الوهاب قال لك انا قابلت عبد الله بعد ما مشي من النادي الاهلي وقال لي انه بيتمنى انه كان يختم حياته في النادي الاهلي بس ما يعرفش ايه اللي حصل له وما كانش ليه حد في ظهره، وكانت صدمه بالنسبه له انه مشي من الفريق وان الاهلي مشاه من فريق النادي الاهلي، وانه يتمنى انه يختم حياته في النادي الاهلي. طبعا الحاج محمد عبد الوهاب مش محتاج ان احنا نحلفه ونقول له انت صادق ولا كذاب، لان على راي المثل قالوا الجمل طلع النخله، ادي الجمل وادي النخله. عبد الله السعيد موجود يقدر يطلع ينفي، يقدر يطلع يكذب، يقدر يقول والله ما انا دختي منى، يقدر يعمل كل حاجه، يقدر يطلع يقول. لكن سكوت عبد الله، السكوت علامه الرضا، السكوت علامه الرضا. انا بقول كده ليه؟ مش عشان احنا عايزين عبد الله. عبد الله مين انت؟ فايق شغلانه مثل هبكه تحب الفايق؟ انت فايق؟ احنا مش محتاجين عبد الله، بس دي رساله لبعض المضحوك عليهم، المضحوك عليهم ان انت يا ابني دلوقتي اي حد بيطلع يشتغلك انت بتصدق، انت وشأنك يعني. عيل لسه بيعمل بيبيع على نفسه طلع ضحك عليك وقال لك انا ابن النادي وبحب النادي، وحتى لما كنت بلعب في النادي الاهلي كنت بتفرج على النادي ده وبحب النادي ده وبعشق النادي ده، فانت صدقت. البس البس عشان خارجين، عايز تصدق عبد الله كمان البس، ده هذا شأنك يا رجل. المهم ان الجسم يساع والدرج يساع اللبس. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل اراكم وليت على هاتفك.